على طاولة نقاشية في سيئون بحضرموت، وبعد نحو 12 يوما على توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي، يلتقي ممثلون عن تيارات سياسية واجتماعية وإعلاميون في ندوة نقاشية قدمت خلالها 5 أوراق بحثية تتحدث في مجملها عن الأزمة اليمنية ودور السلطات المحلية والأمنية والمرجعيات الدينية في إحلال السلام وصولا إلى إنجاح مخرجات اتفاق الرياض. ندوة اليوم تتحدث عن اتفاق الرياض، طبعا حاولت الاقتراب من تشخيص المشكلة ومن تشخيص إيجاد حلول عند الإجراءات التنفيذية، ولكنني أرى أنه في تأخير حصل وسيحصل، ربما لأنه إشكالية المحاصصة اللي هي نص بنص ربما تعرض إلى عراقيل. تعددت وجهات نظر المشاركين في الندوة حول الاتفاق الذي لم تنفذ بنوده بعد، خصوصا وأن فترة تنفيذ بنده الأول قد تجاوزت الموعد المحدد الذي تنص عليه وثيقة الاتفاق. تتآكل أيام اتفاق الرياض يوما عن آخر، بينما يظل المواطن الحضرمي كغيره من اليمنيين يترقب خطوة التنفيذ الأولى. أصداء الاتفاق في حضرموت انقسمت بين من يرى في الاتفاق مصلحة ولو بعيدة، وآخرون يرونه وثيقة عمقت حالة التهميش التي تطال المحافظة الأكبر جغرافيا وذات الثقل الاقتصادي. نحن كنا نتطلع أن تكون حضرموت حاضرة، حضرموت التاريخ، حضرموت الجغرافيا، حضرموت المال والأعمال، السياسة، الثقافة، حضرموت المنتجة. كلمة منتجة هي تنتج وتقدم للوطن هذا ما لم تقدمه كثير من القرى، كثير من المحافظات التي وللأسف الشديد هي من تتصدر المشهد اليوم، هي من ترسم خارطة الجنوب كما تدعي. حالة اتفاق الرياض الذي يشوبه الكثير من التساؤلات حول جدية تنفيذ بنوده المتعثرة في أول أيامه يرجح الرأي الذي يقول إنه لن يكون الاتفاق الأول وحتما لن يكون الأخير، وربما يحفز تشكيلات أخرى لتسلك ذات الطريق. فكرة عقد هذه اللقاءات أو دعوة أو عمل مثل هذه الاتفاقات هي من ناحية الفكرة مرفوضة، يعني كيف كيان أو مكون ينقلب على الدولة، يتمرد على الدولة، يخرج الدولة من عدن مثل ما أخرجها الحوثي من صنعاء ونكافئه باتفاق مثل هكذا. نحن كنا نريد من التحالف أن يعيد الشرعية إلى صنعاء، اليوم نحن نسعى جاهدين أن يعيدها إلى عدن. بين اختلاف آراء التيارات والتوجهات السياسية في حضرموت قاسم مشترك يرى ضرورة حصول المحافظة على نصيبها في أي تسوية سياسية قادمة استنادا إلى حيثيات الثروة والجغرافيا. عبد الله مؤمن، يمن شباب، حضرموت.